نجولي عنصر تاني اللي هو الكوندكتانس، اللي هو الكوندكتانس اللي هي رمز لها برمز جي وتقاس بوحدة السيمنس اس، اللي هو عبارة عليه مقلوب المقاومة. تمام؟ فمثلا عندي واحد ميجا اوم هو نفسها 10^6 سيمنس او ميكرو سيمنس، وعندي الجي بتساوي او الكوندكتانس بتساوي اي على رو ال، زي ما كنا نقوله ان الار بتساوي رو ال على اي، لان هنا قلنا معكوسها. فعندك انت مجموعه من المقاومات 1 اوم 50 كيلو اوم و10 ميجا اوم، فقال لك احسب هنا قيمه الكوندكتانس اللي خاصه بهم. هنا بسيطه بتقول 1 على ار، 1 على ار، 1 على ار معناها 1 على 1 اوم، 1 على 50 كيلو، وال1 على 10 ميجا اوم، فتطلع بعدين الناتج بالسيمنس. تمام؟ بعدين قال لك how does the conductance level change with the increase in resistance. فقال لك انا قد كيف شنو يصير للكوندكتانس او ما شنو يحدث للكوندكتانس باهي لما تزيد قيمه الريزيستانس. تمام؟ فكل ما تزيد قيمه الريزيستانس يعني قال لك the conductance level decrease يقل. تمام؟ كل ما يصير زياده في قيمه الريزيستانس. بعدين يجي للبيسك لو اللي هو أول قانون من القوانين الأساسية اللي هي أومز لو، قانون أوم. تمام؟ فينص على أن الجهد اللي مار خلال المقاومة يتناسب طرديا مع التيار اللي مار فيها. تمام؟ عندي V بتناسب طرديا مع التيار، وقلنا أن الـ V أو الـ E بتساوي I في الـ R اللي هو بالفولت، وعندي ريزيستانس زي ما قلنا مبكري أنها يرمز لها بالرمز R، وهي مقاومة السلك لمرور التيار الكهربائي فيه يرمز لها بالرمز اوم. عندي ار بتساوي اي على اي زي ما قلنا بكري بالاوم، هذا طبعا كله من خلال قانون اوم. عندي الاي بتساوي اي على ار بالامبير. نجو للملاحظه، عندي هنا المقاومه، فزي ما قلنا التيار بيمر بهالاتجاه او بهالاتجاه من الموجب للسالب. تمام؟ زي ما وضح امامكم هنا قال لك احسب الجهد او سوري التيار المار في المقاومه قيمتها 2.2 اوم اذا كان جهد البطاري 9 فولت، قد تعوض بقانون اوم مباشره. تمام؟ هنا نفس الشيء، قال لك اذا كان ريزيستانس اوف 60 بالب مصباح بقدر 60 واط، اذا كان التيار المار فيه قيمته 500 ملي امبير، قال لك وجهد اللي مطبق عليه قيمته 120 فولت، احسب قيمه المقاومه. فبتقول الار بتساوي في ار على اي بغض النظر على قداش يستهلك من واتس. هنا نفس الشيء بشكل امامك، اعطاك مقاومه قيمتها 2 كيلو اوم، الجهد اللي ما بين طرفينها 16 فولت، بالتيار التيار بيساوي جهد على المقاومه. هنا نفس الشيء اكزامبل اللي هو اعطاك الار قيمتها 80 اوم، التيار اللي مار فيها 1.5 امبير، نقدر نجيب الجهد ونقول التيار جهد بيساوي التيار في المقاومه، حيطلع 120 فولت.